السلام عليكم الاخوان، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. حاليا كاين في ابارتمون في شارع علا الفاسي، كيف تشوفوا معايا من مورايا السرجم اللي كتشوفوا اون فاس سيرفيس ديميل ديال مراكش، على الشارع على شارع علا الفاسي. غنبقاو معايا حتى الاخر باش تكتشفوا معايا هاد الشقه. الناس اللي كيقلبوا باش يديروا ان بيغو ولا بغاو يسكنوا قراب لجميع المرافق الضروريه بحال لافاك بحال الكليه، يعني والمكاتب كذلك قراب لجميع المرافق، هذه هي بلاصتهم. اما بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا انفستيسمون كذلك هذه هي بلاصتكم. علاش؟ حيت هذه فيها 100 متر وتقدر ديرها لوكاسيون للطلبه. وكاين عندنا عاوتاني واحد الاوفر اخر اللي تقدر تكري او تكريها لان بيرو اللي يقدر يديرها فيها ولا شي طبيب ولا عياده. المهم عطى الله ما يدير هنا حيت جا في موقع واعر. بالنسبه لابارتمون فيها 100 متر. اما بالنسبه للثمن غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف، وكتكون من جوج ديال الغرف وصالون وجوج ديال الصالونات وكوزينه وجوج ديال الحمامات. وبقاو معايا حتى الاخر باش ديروا قوموا بالزياره خفيفه لهاد العقار، زياره افتراضيه. واي واحد ان شاء الله بغى يشوف هاد العقار يتواصل معنا عبر الرقم اللي كيظهر لكم في الشاشه ولا الانستغرام. يلا نبدا. كيف تشوفوا معايا اخوتي اخواتاتي، غنديروا وغتزوروا معايا هاد العقار وغتكتشفوا معايا بلاصه. كيف تشوفوا معايا جوج الصالونات. بالنسبه للمساحه تحت هاد العقار هو 100 متر، اللي كاين في التروازيام ايطاج في الطبق الثالث في موقع زيد استراتيجي قريب من جميع المرافق اون فاس على شارع علا الفاسي، عنده اطلاله على الشارع دوبل فوا اون فاس سيرفيس ديميل. كيف تشوفوا معايا جوج ديال لي شومبر، ثم جوج ديال لي صالون. اما هذا ديباغا كان ديجا سال دو بان، مي ولا دابا ديبارا تقدروا تديروا فيه اي حاجه. بالنسبه لهذا لابارتمون يعني مزيانه لانفستيسمون، كيف قلت لكم فيها 100 متر، عطى الله ما يدار فيها تبارك الله. بالنسبه للكويزين هنايا عطى الله ما يدار فيه، يعني الناس اللي كيفكروا انفستيو يقدروا يشريوها يكريوها الشهر، يعني جايبها لهم بثمن، يقدروا يكريوها لانويتي، يقدروا عاود ثاني يكريوها للطلبه. يعني تقريبا هنايا راه دير فيها واحد في كل بلاصه، تقريبا في هاد لا شومبر تقدر دير فيها واحد جوج ديال ليلي جوج ناموسيات، وفي هاد الشومبر حتى هي دير فيها جوج ناموسيات. وبالنسبه للصالون حتى هو تقدر دير فيه ثلاثه ناموسيات، يعني راه غتولي كتكري نعم سيدي المينيموم واحد 1000 درهم لكل طالب، وعزيزة على الطلبة هاد البلاصة، يعني حيت تكون قريبة لهم ما كيتعذبوش، يعني ما تيشدوش ترونسبور. بالنسبة لهاد لاشومبر فيها بالكون، مي المشكل فيها هو يعني هذاك الريدو خاسر حاليا، يلا بيجي مولاي يصيبو ان شاء الله. من بعد راه كاين بالكون كيطلع للشارع. اما بالنسبه لاشومبر بارونتال كيف تشوفوا معايا، حتى هي عندها اطلاله على الشارع افيك ان بالكون كيف تشوفوا معايا، يعني بلاصه جد استراتيجيه. بالنسبه للثمن، ثمن غزال، ثمن همزه، واخا ما كنبغيش نقول هاد الكلمة، ولكن صراحة همزة. كيف تشوفوا معايا افيك ان بينوار، الثمن ديال هاد العقار هو 83 مليون، 83 مليون، 100 متر، دو صالون و دو سال دو بان وجوج حمامات
عندها إطلالة على الشارع كيف قلت لكم على الفاسي. ومرحبا بالجميع. أما بالنسبة للمميزات ديال هذا العقار هو أنه عنده باركينغ سوسول وكذلك كاين سانسور وعاود تاني كاين حاجة زوينة هي جوج ديال الشقق في ليطاج. هذا الشيء اللي كاين. وأي تساؤل كيطرح في الأذهان ديالكم اتصلوا بيا عبر الرقم اللي كيظهر لكم في الشاشة. بالنسبة للأطباء مرحبا بكم، هذه عيادة بيرفكت بالنسبة لكم. أي تساؤل كيطرح في الأذهان ديالكم مرحبا بك. كذلك ديرها تقدر ديرها سونتر دابيل، يعني عطى الله ما يدير صراحة. وساعة سعيدة ومرحبا بكم.